السلام عليكم. اليوم نعود إلى ملعب دويرة لمعاينة الأشغال داخل الملعب، ونشوف باللي يعني عملية الكراسي راهي ماشية، حتى ولو يعني هي تبان بسيطة يعني بطيئة نوعا ما، لكن راهي ماشية. نقطة مهمة جدا تكلموا عليها الكثير من المتتبعين هي قضية الفراغات الموجودة في المدرجات، والله يعني عندما نشوفها كارثة كارثة بأتم معنى الكلمة. أولا بعض الأماكن القريبة كثير من الكراسي يعني الفراغات هذيك ممكن الإنسان ما يقدرش يشوف كل الأرضية تاع الميدان بسبب الحائط، هذا الحائط اللي جاي على طرف عالي بزاف. وكذلك نقطة أخرى هي الفراغ هذا أولا ينقسم من الكراسي، هذا أمر مفروغ منه، وكذلك يعتبر يعني مصدر للخطر بالنسبة للمتفرجين. إن شاء الله يكون فيها خير، والسلام عليكم.